بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل مصر واحة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. في كتير بيحاولوا يشعلوا البلد لمجرد ان هو يعمل سبق صحفي او الناس تشوفه كتير بيعمل بروباجندا. ففي واحد لويسف الحسيني طلع قال ان في واحد رفع علم القاعدة على كنيسة ف هيج الامور وعمل مشاكل كبيرة وبتاع. طيب تعال نشوف العلم دوت، علم القاعدة على كنيسة. بتلاقي الاخبار كلها علم القاعدة. طيب تعال ندخل في الصور، عايزين نشوف ان الصورة اللي عملت المشاكل الكتيرة دي كلها. هي الصورة ديت، تمام. وهتلاقي طبعا اغلب الاعلاميين وهتلاقي يعني كاتبين على الموضوع دوت. طيب تعال ندخل على الصورة، ادي الصورة. عايزين نتعلم بس منهج ازاي نتأكد ان الصورة صح ولا غلط. اي صورة الاقيها ادوس كليك يمين، اقول له ايه كوبي ايمج لوكيشن، يعني اي صورة عايز اعرف مصدرها ايه. مثلا الصورة ديت، اي صورة هدوس اجي على الصورة اخد الامتداد بتاعها او اسيفها على الهارد. يعني ممكن حاجة تانية، اجي هنا اقول له سيف ايمج از، تمام، واروح مسيف الصورة عندي على الجهاز بتاعي، تمام. وبعد كده هدخل على بحث جوجل اللي هو بحث صور، واشيل اي كلام مكتوب. هاجي هنا بلاقي شكل لمبة، شكل مكنة تصوير كاميرا، اروح داس عليها بيديني حاجة من الاتنين، لا اما اديله المسار لا اما تحميل صورة، واختار صورة من عند من على الجهاز وهو يدور لي عليها موجودة فين. فانا اختار ان انا الزق الصورة واقول له البحث بحسب الصور، تمام. بلاقي ان الصورة دي اصلا كانت موجودة اصلا من زمان، من كذا شهر، تمام. ولاقي ان الصورة دي اصلا مش موجودة في مصر، ده موجودة في تونس، تمام، موجودة في تونس، ده مسجد او مش مسجد، القلعة بتاعت او باب نافع اللي هي في القيروان، تمام. ف نحذر من الكذب ونحذر من ان هو ياخد صورة قديمة ويحطها على موضوع متألف بحيث ان هو يعمل صبق والناس تشيل جرنون. كل شوية يقولك ايه قبض على ارهابيين، قبض على اسلحة، كذا كذا كذا. اي صورة عايزين نتأكد منها هدخل على جوجل واعمل حاجة من، اقول له بحث صور واختار الكاميرا، لا اما اديله مسار الصورة، لا اما اقول له تحميل للصورة، واختار اي صورة عندي على الجهاز. يعني لو انا اخترت اي صورة هيدور لي عليها، مثلا دي صورة كرتون مثلا. هيدور لي عليها ويجيب لي الصورة دي موجودة فين على النت ومين اللي نشرها وتاريخها والحاجات دي كلها. اغلب الصور اللي منشورة في الجرانين كذب، لانها منشورة في اخبار اصلا كذب ما حصلتش. فاحنا عايزين ما حدش يشير اي حاجة على الفيسبوك ولا التويتر او يقول لحد عليها غير لما اتأكد من مصدرها، سواء صورة او فيديو او يتأكد منها، لان ساعات ناس كتير بتكذب، تمام. الصورة انا بس مساحتها كتيرة فطولت في البحث، تمام. اتمنى ان احنا نتأكد من اي خبر قبل ما ننشره، وكفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. عمر سليم.